في أي موضع من صلاة الاستخارة يكون الدعاء، وهل لصلاة الاستخارة وقت معين من النهار أو الليل؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. صلاة الاستخارة مشروعة عندما يريد الإنسان أمرا من الأمور أو مشروعا من المشاريع ويشكل عليه المضي في هذا الأمر أو تراجع عنه، إنه يشرع له حينئذ أن يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم إذا فرغ منهما يدعو بدعاء الاستخارة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، أنت علام الغيوب. اللهم إن كان في هذا الأمر ويسميه خيرا، خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فاقدره لي، وإن كان في هذا الأمر ويسميه شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا هو دعاء الاستخارة. وأما متى يصلي صلاة الاستخارة فلا تحديد لوقتها، وإنما يكون ذلك عند حاجته إليها، متى احتاج إليها التبس عليه الأمر فإنه يصلي هذه الصلاة ويدعو بعدها هذا الدعاء. نعم.